كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ده المزمور الـ 44، هو اللي بيقول كده، هو اللي بيقول من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يعني إحنا اتحسبنا ذبايح. مرة بولس الرسول قال الكلمة دي، بيقول فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل كأننا محكوم علينا بالموت. بيقول أنا شايف يعني كأن ربنا بيبيننا أن احنا محكوم علينا بالموت. طب ليه بيقول كده؟ بيقول عشان احنا الدنيا عمالة تدهس فينا، كأن ملناش تمن، كأن ميتين ميتين، عارفين زي المصارعات بتاعة الرومان زمان لما كانوا يجيبوا العبيد والمسيحيين اللي محكوم عليهم بالموت وينزلوهم حلبة المصارعة يموتوا بعض، اتنين قصاد بعض لازم واحد يموت التاني، بس اللي بيغلب هو كمان بيجيله واحد تاني يحاربه لغاية ما يموت، لأن هو محكوم عليه بالموت. مش اللي اتقتل هو بس اللي محكوم عليه، لا، حتى اللي بيفوز، الاتنين اللي نزلوا الحلبة محكوم عليهم هما الاتنين بالموت. اللي ما ماتش المرة دي يموت المرة الجاية، ولو ما ماتش المرة الجاية هيموت اللي بعدها. هيموت يعني هيموت لأنه وجوده هنا لأنه محكوم عليه بالموت. بسبب إيه؟ بسبب إنه مسيحي. فبيقول كده من أجلك نمات كل النهار. هو بيموت كل النهار إزاي؟ ما هو لو مات في أول النهار يبقى خلاص مات، هيموت تاني إزاي طول النهار؟ إزاي بيموت طول النهار؟ إحنا بنموت طول النهار ولا بنموت مرة كل يوم؟ ولو متنا في يوم هنموت إزاي كل يوم؟ شايفين؟ يعني الضيقة معاها الفرج في نفس الكلمة، نمات وكل النهار، كل النهار يعني بنموت ونصحى، نموت ونصحى، نموت ونصحى، بنموت بالجسد ونحيا بالروح. إن كان الداخل الخارج يفنى، الداخل يتجدد يوما فيوما. ما نبصش بقى على حاجة ونسيب التانية. نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. في قول جميل القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول هو يجعلهم ذبيحة وتقدمة يومية دون موت. يعني نقدم أنفسنا ذبيحة يومية من غير ما نموت. طب ونمات كل النهار؟ بنموت من غير ما نموت. أي واحد فينا بيقول كده. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ومتى ولدت تفرح